السلام عليكم. النهارده بإذن الله حلقتنا هتبقى مميزة قوي، لا هيبقى فيها مقدمة، لا هيبقى فيها فواصل، لا هيبقى فيها نهاية، علشان كل الناس تقدر تشوفها حتى اللي داخل الموبايل بباقة، لأن الحلقة دي مهمة قوي قوي قوي. الحلقة دي بإذن الله هعرض عليكم فكرة هتكون الأولى من نوعها بإذن الله في مصر والعالم العربي. إيه هي فكرتنا؟ فكرتنا بكل بساطة إن كلنا عندنا أسئلة وكلنا بتقابلنا مشاكل في العربيات. طيب يا اما ما بروح لميكانيكي وما بقاش عارف وما بقاش فاهم هو بيقول ايه او الدنيا فيها ايه، وممكن هو يقول لي اي حاجه غلط، يا اما ان انا بخش ادور على الجروبات وبسال السؤال واقعد استنى له اجابه، ووارد اللي بيجاوب عليا يكون عارف او مش عارف، عنده خلفيه كويسه او ما عندوش خلفيه، بيقول لي من واقع خبره، ممكن يحكي لي على الحكايه مش بتاعتي خالص، مش قصتي. النهارده باذن الله هعرض عليكم عرض ان انت يبقى ليك مستشار خاص، مستشار خاص في كل مشاكلك اللي هتقابلك في العربيات وبالمجان، مش هتدفع حاجه خالص. ازاي ده؟ هقول لك ازاي. الفكره ان انت بدل حضرتك ما هتدخل على جروب تكتب سؤال، او بدل ما هتيجي لي على الخاص تكتب السؤال او على البيج وتكتب السؤال ونقعد نستنى لما احنا نشوفه وبعدين نرد عليه، واللي اهم من ده كله وغير الوقت اللي هيضيع، ان انا لما هاجي اكتب لك الرد او انا او غيري مش هقدر ان انا اشرح لك، يعني الكتابه محدوده، امكانياتها محدوده، مش قادر اوريك حاجه. طيب ما بالك بقى لو انت كتبت السؤال هنا تحت الفيديو ده، ان شاء الله اي سؤال يقابلك، اي سؤال انت محتاجه، وانا هرد عليك باسمك، هيبقى الرد شخصي. والله محمد سالني في العربيه كورولا كذا، سال فيها 1 2 3، الاجابه محمد 1 2 3، وانا بجاوبك اولا هشرح لك، لان هيبقى كلام كان انا بكلمك مباشر، كان انا معاك في قلب الحدث. والاهم من كده وكده، ان انا غير ان انا بشرح لك، ان انا لو محتاج ان انا اعاملك بصوره او بمقطع فيديو صغير هحطه لك، بحيث ان انت استفدت استفاده كبيره قوي، وانا استفدت في المقابل ان انا بدل ما بتشتت ان انا افضل ارد على رسائل الخاص وعلى رسائل على البيج والاسئله اللي بتجي لي على الجروب وعلى الجروبات التانيه. طيب انا مش بلحق ارد على ده كله، ده بالنسبه لي ضغط جامد قوي، واللي مش بترد عليه بيزعل. لا، احنا باذن الله هنساعد بعض، انت هتسالني هنا وانا هرد عليك هنا باذن الله. كل اللي انت محتاجه ان يبقى لك حساب على جوجل عشان تبقى تقدر تشترك في القناه وتقدر تكتب التعليق بتاعك تحت، او تقدر تكتب سؤالك تحت الفيديو. باذن الله في اخر الفيديو ده هتلاقيني حاطط لك رابط، وتحت الفيديو برضه هتلاقيني حاطط لك رابط ازاي تعمل حساب جوجل بكل بساطه لو انت داخل من على الكمبيوتر، وازاي برضه تعمل حساب جوجل لو انت داخل من على موبايل. اظن كده ما عندكمش حجه، الموضوع بقى سهل. اللي انا هطلبه منكم باذن الله ان هنخلي الرسائل بتاعه الخاص وكمان الموبايل الاتصالات، هنخليها الموبايل الاتصالات للسؤال عليها طبعا اول نسال على بعض، واللي اهم ان انت لما تكون عطلان بس عطلان على طريق الرسائل نفس القصه، هنخليها الاسئله بس، يعني ان احنا بنسال على بعض، انما اي حاجه تتعلق بالعربيات هنخليها معلش بعد اذنكم تحت الفيديوهات، اسئله تحت الفيديو الخاص بالاسئله او بالمشاكل او بالاعطال، وانا هرد عليكم تحته باذن الله، وهيبقى اول باول الردود باذن الله، مش هتاخر عليكم خالص. تمام، اتفقنا على كده ان شاء الله. ارجو ان احنا ايه نطبق الموضوع ده. وفي حاجه كمان، الفيديوهات دي لما هتتجمع هتبقى سلسله ان شاء الله، اي حد عايز يتعلم صيانه هيبدا ان هو يقعد يتفرج على الفيديوهات دي، هيسمع العطل وهيعرف ان شاء الله. اتمنى ان تكون فكره عجبتكم، وشيروها بقى على كل الجروبات عشان توصل لكل الناس. السلام عليكم.